للحديث أكثر حول آخر التطورات العالمية معنا سيركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذ سيركيس. أهلا بك. لنبدأ من حيث انتهى بوريس جونسون فيما يتعلق بهذه السلالة الجديدة، تأثيرات هذا الأمر على تحركات الإسترليني وكذلك على الاقتصاد بشكل عام، كيف ترى فعلا ردة فعل الإسترليني على ما حدث في بريطانيا سيركيس؟ هنالك عدة ظروف تؤثر على الجنيه الإسترليني، إن كنا نتكلم إن كان مقابل الدولار أو مقابل العملات الأخرى. من أهمها يجب أيضا ذكر ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونحن الآن على أبواب العام المقبل الجديد والذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، منذ أن برزت الأنباء حول فيروس كورونا بالسلالة الجديدة التي نشأت في بريطانيا، نلاحظ تفاعل الأسواق المالية بشكل عام في العالم سلبيا، وهذا بسبب توقعات بأن تكون الإغلاقات إن حصلت على شكل واسع في الاقتصاد العالمي سوف تكون مضرة جدا للاقتصاد العالمي وأيضا للأسواق المالية. لو تذكرنا ما حصل خلال الربع الأول والثاني من هذه السنة، وتحديدا خلال الربع الثاني، لتذكرنا كيف كان هنالك انخفاضات قوية في الأسواق المالية، ليس بسبب الفيروس بحد ذاته بل بسبب الإغلاقات التي اتخذتها الحكومات حول العالم من أجل احتواء انتشار الفيروس. والآن مع الأنباء التي تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر وأسرع انتشارا بالنسبة لسرعة الانتشار، وأيضا كما أكد بوريس جونسون بأن هنالك احتمالية بأن يتم الخروج من دولة بريطانيا والتوجه إلى دول أخرى، وهذا ما يقلق المتداولين بالفعل، ويشهد الجنيه الإسترليني بعض الضغط الهابط، رغم أننا هذا اليوم نلاحظ بعض محاولات الارتفاع، وذلك مع انتظار المتداولين عن أي أنباء تشير أو تؤكد بأن الفيروس سوف يستجيب للمناعة المكتسبة من اللقاحات، وهذا أيضا ما أكده بوريس جونسون. لكن الأرقام تشير إلى بعض الأمور المقلقة التي ينظر لها المتداولون. عدد الإصابات الكلي في بريطانيا ارتفع لأكثر من 2 مليون إصابة بحسب موقع وردوميتر، وأيضا شهدنا يوم الأحد الماضي ارتفاع عدد الإصابات اليومية لتصل إلى أكثر من 35 ألف حالة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل بالفعل على أن سرعة انتشار السلالة الجديدة كبيرة جدا، وهذا ما قد يؤثر سلبا إن كان على الأسواق المالية العالمية أو على الجنيه الإسترليني في حال ثبت بالفعل انتشار واسع لهذا الفيروس واستدعى من الدول إجراءات الإغلاق. أما إذا كانت إجراءات الإغلاق محدودة نوعا ما فقد يبقى هذا التأثير محدود خلال الفترة المقبلة، آخذين بعين الاعتبار أيضا ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمشاكل التي يواجهها هذا الملف للتوصل إلى اتفاق وتزايد احتمالات الخروج بدون اتفاق، لأن هذه الأمور كلها قد تؤثر أيضا على تحركات الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى. طيب، وضع الذهب يعني فعلا ملفت للأنظار كما رأيت سيركيس، يعني وصوله إلى يعني وبشكل فترة زمنية محدودة إلى 1900 دولار، لكنه لم يستطع أن يعني يبني فوق هذه المستويات، مع أنه لديه الكثير من العوامل، حزم التحفيز قد تم إقرارها، ولكن ووضع كورونا، رغم ذلك الذهب أين هو مآله؟ يعني كيف يستطيع فعلا أن يعود مجددا إلى أرقام قوية؟ بداية أود أن أشير بأن النظرة متوسطة الأمد وطويلة الأمد على أسعار الذهب لم تتغير، فالاتجاهات الصاعدة وربما مستويات فوق 2000 دولار ومستويات قياسية ما تزال قائمة على المدى الطويل لعدة أسباب بعيدة بعض الشيء عن مستجدات فيروس كوفيد-19، فاحتمالات ارتفاع التضخم وسياسات البنوك المركزية كلها داعمة لاستمرار الارتفاع في أسعار الذهب. لكن ما شهدناه على المدى القصير، هنالك عدة أسباب دفعت أسعار الذهب للانخفاض خلال تداولات يوم أمس والضغوط الهابطة التي نشهدها اليوم. لو عدنا بالذاكرة إلى شهر مارس الماضي، عندما تم أو بعد أن تم إعلان جائحة كورونا بأنها جائحة عالمية، سنلاحظ بأن أسعار الذهب انخفضت بشكل ملموس قبل أن تعاود الارتفاع. فعند الأزمات يفضل المتداولون التوجه للعملات النقدية والتي على رأسها الدولار الأمريكي، والذي شهدناه بالفعل وقد ارتفع بشكل ملموس يوم أمس مما أثر سلبا على أسعار الذهب. هنالك موضوع آخر لا يجب أن نهمله، وهو انخفاض أحجام التداول المعتاد في هذا الوقت من السنة مع اقترابنا من موسم العطلات، وانخفاض أحجام التداول يتسبب في زيادة في التذبذب إن كان تذبذب على مدى نطاقات سعرية ضيقة
أو أيضا نطاقات سعرية واسعة كما شهدنا يوم أمس بتحرك أسعار الذهب بأكثر قليلا من $50. لذلك أعتقد بأن أسعار الذهب ربما ستبقى متأثرة حاليا في حالة العزوف عن المخاطرة، خصوصا مع اقترابنا لنهاية هذه السنة. فسعر الذهب أو الذهب بحد ذاته رغم أنه أصل ملاذ آمن، لكن حاليا لو نظرنا إلى عوائد السندات الأمريكية نلاحظ أنها ارتفعت بعض الشيء، وأذكر هنا عوائد السندات 10 سنوات و30 عاما. فعوائد السندات 30 عاما وصلت إلى مستويات حول 1.6%، وعوائد السندات 10 سنوات 0.9، وهذا أعلى كثيرا من مستويات شهر مارس الماضي. وبالتالي عندما يبحث المتداولون حاليا عن الملاذات الأمنة يتوجهون أكثر نحو السندات والعملات النقدية أكثر من المعادن الثمينة. أخيرا أود أن أضيف موضوع بخصوص الحزمة التحفيزية والتي اعتدنا أن تكون أيضا داعمة لأسعار الذهب. بمقارنة حزمة تحفيزية أقل من $900 مليار بقليل، فهذه الحزمة أقل كثيرا من الحزمة التي تم إقرارها سابقا من الحكومة الأمريكية وبلغت $2.3 مليار. وهنالك أيضا موضوع مهم في توزيع هذه الحزمة، إذ أنها تشمل $8 مليار من أجل توزيع لقاحات كورونا، $300 على شكل مدفوعات لإعانات البطالة، $600 مدفوعات مباشرة، $284 من أجل دعم القروض لضمان الرواتب. لكن أيضا لم تشمل هذه الخطة دعم وتمويل للحكومات في الولايات المتحدة، إن كان على مستوى الولاية أو حتى الحكومات المحلية داخل الولايات، وهذا ما قلل تأثير الحزمة بسبب حجمها الأقل مما رغب المتداولون وأمل المتداولون سابقا في ذلك، مما جعل تأثيرها محدود على أسعار الذهب، مما تسبب في عودة الانخفاض من مستويات فوق $1900. لكن كما أشرت في البداية، ما زالت التوقعات متوسطة الأمد وطويلة الأمد تشير لاحتمالات المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب. طيب، لاحظنا أنه الحزن قد أعطت نوع من التفاؤل فيما يتعلق بالدولار، والدولار لديه أيضا حاليا النظرة باعتباره عملة ملاذ آمن في هذه الظروف. إلى متى ممكن أن تستمر أيضا قوة الدولار سركيس؟ يعني إذا ما ظهرت أي انفراجة في الأوضاع الطبية، هل هذا الأمر سيعيدنا إلى تراجع للدولار؟ كما تفضلتي تماما، عندما تعود الظروف إلى تميل أكثر نحو التفاؤل، فربما يشهد الدولار عودة للبيوع، وهذا سببه سياسات الفيدرالي الأمريكي التحفيزية الكبيرة. وهنالك موضوع آخر يجب النظر إليه أيضا، وهو أن جو بايدن والحكم الديمقراطي للبيت الأبيض قد يكون مساهم في إقرار حزم تحفيزية أمريكية أكثر ضخامة خلال العام المقبل. وأضيف على ذلك بأنه في حال عادت أسواق الأسهم للارتياح، مع في حال إثبات عودة الظروف صحيا في العالم بشكل جيد، فربما سيبتعد المتداولون عن الدولار الأمريكي ويتوجهون نحو الأصول الأخرى، أذكر منها السلع والأسهم وغيرها من السلع الاستثمارية، مما قد يعيد الضغط على الدولار الأمريكي من جديد. فاتجاهات الدولار الهابطة باعتقادي ما تزال قائمة، وعلى المدى المتوسط والطويل أمامنا المزيد من رحلات الانخفاض في الدولار الأمريكي، وتحديدا سببها سياسات الفيدرالي الأمريكي تجاه التحفيز الاقتصادي الهائل. لكن على المدى القصير ربما سنشهد هذا التذبذب المرتبط بانخفاض أحجام التداول مع اقترابنا من نهاية هذه السنة. وسركيس تشوبيان، وأنت محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب، أشكرك على كل هذه المعلومات.